صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده وهو ليه معنيين، بس مكانه في وسط الكروت مش مديني غير معنى واحد، دي علاقة ثلاثية في خيانة. مش عارفة بقى إذا كان القوس هو اللي بيخون ولا اللي بيتخان، بس أفتكر إن هو اللي بيخون، بس مش أكيد، مش أكيد، مش أكيد. بس الموضوع فيه ثلاثة، فيه ثلاثة في علاقة واحدة، فيه حروب. عشان كده حاسة إن الموضوع ده عند القوس، لأن القوس بيهرب من حاجة غلط هو عاملها ومش عايز يواجه، عايز يهرب مش عايز يواجه. هروبه ده مخليه يفكر لوحده، عايز يفكر لوحده. ده the hermit الحكيم، عايز يبعد ويفكر لوحده ويحسم قراره. مش شرط يا جماعة العلاقة الثلاثية دي دايما بيكون يعني مصدرها حاجة مش كويسة، ممكن يكون اتنين ظهروا في وقت واحد والشخص لسه ما ارتبطش، ممكن يكون عنده مشاكل كبيرة جدا مع شريكه وظهر له شريك تاني، حد تاني ابتدى يفكر. فاهمين قصدي؟ مش شرط انها تكون حاجة وحشة، المهم ان في شخصين مع شخص واحد، ان شاء الله حتى لو في باله في عقله. فاهمين قصدي؟ هيفكر لوحده، القوس بيفكر لوحده دلوقتي ازاي يحسم العلاقة الثلاثية دي وياخد قرار نهائي. وبعد التفكير ده هيمسك زمام الامور تاني، العربة زي ما انتوا شايفين هو انت اللي متحكم فيها وانت اللي ماشي بيها وماشي بسرعة. يعني افتكر هتاخد قرار سريع والعلاقة الثلاثية دي مش هتدوم كتير لانك هتحسمها. والسرعة دي كمان دي صفة فيك برضو يا قوس، انت متسرع في اخذ قراراتك، متسرع. خد وقتك لو سمحت في التفكير، خد وقتك. اوكي، هتتعافى من موضوع العلاقة الثلاثية دي لان هي شيء مرهق جدا جدا على الشخص اللي بيبقى فيها، فانت حاسس بارهاق وحاسس بتأنيب ضمير وحاسس بتعب، فان شاء الله هتتعافى من الموضوع ده بسرعة بعد ما تحسم القرار ده سريعا. في حظ معاك يا قوس، الناس اللي حاسه ان هي مفتقده للحظ الفتره اللي فاتت وان الدنيا عندها واقفه وما بتتحركش، زي ما قلنا كل حاجه بتتغير، اللي حظه كان ماشي هيقف شويه واللي حظه واقف هيبتدي يمشي. القوس واضح ان هو في المرحله اللي فاتت كان الحظ معاه واقف، بس دلوقتي هيبتدي يمشي، عجله هتدور، وهيحس القوس بالانحراف ده، هيحس ان الدنيا هتبتدي تحود بيه لحاجة احسن، العقبات هتبتدي تقل، المشاكل هتبتدي تقل، هيبتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله، الحاجات اللي هو داخل عليها. في حيرة، محتار، خايف ياخد قرار وتوابعه مش شايف هي ايه، واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة الثلاثية دي ان هو يحسمها، ده موضوع تاني. لا، القرار ده يخص المادة، اما ان هو يبيع يشتري، يدخل انفستمنت ده ولا ما يدخلوش، ايه اللي يعمله بالظبط، هو محتار. الكارت ده النصيحه اللي بيقدمها لك يا قوس، خد وقتك في التفكير وجمع المعلومات، اجمع معلومات عن الحاجه اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادى الاخطاء. في هنا عوده لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب، يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا، هيرجع وهيقدم لك شيء، ممكن هيكون هيقدم لك نصيحه، افتكر انه هيقدم لك نصيحه تجاه الموضوع ده. الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك، يعني حاول تسمع له. كوين اوف وانز، انا ما اعرفش القوس، ما افتكرش ان هو من الابراج القياديه، بس هو الايام دي واخد قياده، الكارتين دول بيدلوا على القياده. هنا انت المتحكم في مسارك، هنا انت قائد، انت اللي بتفكر لنفسك، اهو تفكر لنفسك مع نفسك تماما، وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك، بتفكر وبتقرر لنفسك. Queen of Wands. القطة اللي هنا دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك،
في شخص موقف حركتك. ممكن يكون حد قريب منك، مثلا ام، اخت، حد قريب منك بيقول لك لا حاسب، لا بلاش، لا وقف استنى. فاهمين قصدي؟ هو قلبه عليك، هو بيحميك، هو فاكر ان هو بيحميك. اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد، بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له، لانه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس. اسمع له. هلخص القراية. هنا في علاقة ثلاثية، وللأسف يعني المعنى التاني للكارت ملوش مكان في وسط القراءة دي، هو ملهاش إلا كده. سوري، يعني ما اعتقدش ان هو احتفال، لا ده مش احتفال، دي علاقة ثلاثية. في هروب من الحالة دي، تحاول تهرب ان انت ما تواجههاش، وبتهرب تفكر لوحدك، قاعد لوحدك وعمال بتفكر. بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا جدا جدا، عندك عجلة حظ هتدور والدنيا هتبتدي تتغير معاك، والحظ هيكون في اتجاهك وفي صالحك. في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها، ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده والألم النفسي اللي بيسببه موضوع العلاقة الثلاثية ده. وممكن يكون حاجة تانية، ممكن يكون أنت بتعاني من مشكلة صحية، مشكلة نفسية، أي حاجة من الحاجات دي إن شاء الله بتتعافى منها تماما يا قوس. في حيرة لحاجة تخص المال، جمع معلومات، أوكي. وفي صديق قديم أو قريب ليك، حد قريب بقالك فترة ما شفتوش، هيجي ويقدم لك نصيحة بالنسبة للموضوع ده، يا ريت تسمع. ده ملخص القراءة. القراءة حلوة ما فيهاش مشكلة، هي بس موضوع العلاقة الثلاثية ده يعني واضح ان انت في الموضوع ده غصب عنك مش بمزاجك، يعني مش حاجة وحشة منك، مش خيانة يعني، بس انا حاسة الطاقة واصلة لي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي؟ مش عيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلحه يعني. العقرب، حاضر يا ألما، قريب قوي حبيبتي هقوله. يا لودا ميرسي يا روحي، تسلميلي. بلا بطيخة، ميرسي يا أم الحياة، أمل الحياة. حاضر حاضر. علاقة ثلاثية من طرفه أو من الشيء، ابتسام أنا حسيتها من طرف القوس، لأن القوس بيهرب، واللي بيهرب بيهرب لأن هو حاسس إنه عامل حاجة غلط، كيف تعبان من خيانة يعني. ممكن جدا، ما هو ده انا قلته، ممكن يكون حاسس بتأنيب ضمير من الحاله اللي هو فيها. كلام صح عن زوجي، اوكي يا هيام، كويس. اوكي، يعني ايه علاقه ثلاثيه نجوى؟ يعني علاقه فيها ثلاث اطراف، يعني في شخص في حياته اتنين، اسمها علاقه ثلاثيه. ان شاء الله يا نوره تسلمي لي انت يا حبيبتي. ايه اوكي، هنا انس عمران، انا مش فاهم عمران، انا مش فاهمه بتقول ايه. فدوى حبيبتي، انت ممكن تدخلي على جوجل اكتبي اللي انت بتقوليه ده نسبه التوافق، جوجل هيقول لك هي ايه. احنا هنا بنشوف الطاقه ما بين البرج والشريك بتاعه. فهمتي قصدي؟ الله يرضى عليكي، ما حد يسالني السؤال ده بجد، ما حدش يسالني السؤال ده، ده سؤال هتلاقوا اجابته على جوجل، والله مقالات كتير قوي كاتبه بالموضوع ده، نسبه التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي، اي لاف يو تو، الله يحفظك. بشكرك يا نجاة التوريكي، بشكرك حبيبتي، اللي قلتيه كله صح. ميرسي يا اميره قوي، بشكرك. هنا ولا ممكن شخص ثالث بيدخل بين الاثنين؟ لا يا سلمى، انا مش شخص ثالث بيدخل بين الاثنين، لا في علاقه، او قلت لك مش لازم تكون علاقه كامله، ممكن يكون حتى تفكير في شخص ثاني. يا رب يا كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا كادة، اهلا. رقم من جوه الشخص، من حد متواجد، في مجرد حاجه جوانا مش اكتر، انما ما فيش علاقه ثلاثيه. حلو جدا، انا قلت لك يا دينا مش لازم تكون علاقه كامله خالص. كلمه كله عن الدلو كان صح، ميرسي يا جيهان. الدلو كانت قراءه فظيعه. انا فيديو ممكن برج العقرب، قريب جدا يا فلاور تولب، هي تولب مفروض، قويه ولا ناس جوايا كتير. بشكرك يا مازن، ان شاء الله يا رب تكون بفايده وتستفيد منها، دي اهم حاجه. ملوش حظ معايا خالص. ليه يا لولا؟ ما احنا بنقول القوس اهو، والقوس ان شاء الله الحظ هيبتدي يبتسم له شويه. محمد لو عايز قراءه خاصه بليز ابعت للصفحه ونقول لك تعمل ايه. كيف نتواصل معاكي خاص؟ ابتسام، ابعتي رساله على الصفحه وارد عليكي حبيبتي. انا بعتذر للناس على المسجات، بقالي فتره مش بقرا المسجات، بس هركز اكتر الايام دي. انفورميشن دول يو موست ويلكم سو كاين. طيب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بتاعته بقى.
صح، ميرسي يا رانيا، كله قلتي صح، تحية ليكي، بشكرك جدا يا محمود، بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العاطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة الثلاثية دي، بس هتبقى علاقته بقى بأنهي شريك؟ ما هو اللي في علاقة ثلاثية ده يعني محير، أنا بريكت محير الصراحة. اوكي اوكي طيب القوس عايز ايه؟ القوس في المرحلة دي عايز يبعد، عايز يمشي، اوكي؟ عايز يمشي، او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراق، وكل قارئ بيشوف الكارت زي ما الطاقة واصله له. انا طاقته ما توصليش ان هو انفصال نهائي، انا بتوصلي ان هو مجرد بعد، يبعده شوية، بحس ان كل واحد يفكر ويشوف هو عايز يعمل ايه. القوس عايز يبعد شوية، اوكي؟ لان عنده الموج طالع نازل، طالع نازل، الدنيا عنده مش مستقرة، لا مزاجه مستقر ولا أفكاره منتظمة، يعني عنده شوية لخبطة، نفسه في حالة استقرار. يمكن يكون الأحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها، أنا مش عارفة إيه الوضع، لكن هو مش في حالة مستقرة عاطفيًا. كويس؟ القوس شايف شريكه إزاي؟ شايفه طاقة خير، طاقة وخير من ربنا، خير ربنا بعته. أنا الإيد دي بشوف إن هي رسالة، حاجة من ربنا، حاجة مبعوثة من ربنا، وعصا فيها خضار، ده بالنسبة لي خير. يعني ال 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 القوس شايف شريكه إن هو بيمده بطاقة الخير. الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة، حاسين بخسارة الاتنين، ده حاسس إنه خسر وده حاسس إن هو خسر. ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتوا شخص يعني شخصيات غاليين على بعض، طالما حسيتوا بالخسارة. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني، ما فقدش الامل، مش عايز يبعد، عايز يشتغل عليها تاني، وعايز يقدم لشريكه مشاعر، يعني عايز يقدم له ده page of cups، عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه، عايز يوري له مشاعر اكتر. وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس، يعني الشريك القوس شايفه انه اساسه كويس، بس هو محتاج شوية شغل، عايز شوية تظبيط، لكن هو في الاساس شخص كويس. في بخل، حال بخل في المشاعر، ما كله ماسك على مشاعره ومسيطر عليها. الشهر اللي بعده زي ما تقول فيه بقى تكبر، متكبرين على بعض، وزي ما تقولوا كل واحد انا عملت لك، انا سويت لك، انت ما قدرتش، انت ما عملتش. لكن الشهر التالت هيحصل حاجة في عملية ترويض لحد. افتكر ان اللي متمرد دلوقتي هو القوس، بما ان القوس اللي عايز يبعد، هو اللي عايز يبعد، فافتكر ان المتمرد واللي عنده حاله شراسه شويه كده هو القوس، هو اللي بيأذي العلاقه دلوقتي. فهيبتدي شريكه يروده، وهيروده بالراحه، هيحاول يفهم هو عايز ايه، هيحاول يقرب وجهات النظر، ويبتدي يشتغل على العلاقه زي ما هو عايز، هيصلح بقى، هيبتدي يصلح العلاقات. العلاقة فيها أمل كبير جدا يا جماعة، لو زي ما انتوا بتقولوا لي القراءة مظبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي، واضح ان الشريك كان في تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة، فاداله الحق ان هو يبتدي يفكر في حد تاني، فطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو وعفى الله عما سلف، ونبتدي نصلح وترجع على المايه المجاريها وكما كنت. زي ما قلت لكم انتوا حاسين بخسارة دلوقتي، حاولوا تعوضوا الخسارة دي بسرعة، وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت.